تونسي من التأهل للدور النصف النهائي. في انتظار صافرة الحكم بادارا دياتا الحكم السنغالي الذي يدير هذا اللقاء. إذن فريق وفاق ستيف يلعب باللون الأبيض على يسار المشاهد، والترجي بلون المعتاد الأصفر والأحمر والسراويل السوداء على يمين المشاهد. نستعرض إليكم تشكيلة الفريقين ونبدأ على حسب الوصول بالفريق الضيف. هو سطيف الجزائري حارس مرمى فوزي الشاوشي في خط الدفاع، سليمان راحو، عبد القادر العيفاوي، فاروق بلقايد وعبد الرحمن حشود، وسط الميدان لمبوشية دلهوم فهم بوعزة، وأمامهم لسر الحاج عيسى، عبد المؤمن جابو ويوسف غزالي. المدرب هو الإيطالي جاني فيما يلعب فريق الترجي اللي يقوده المدرب فوز البنزرتي بتشكيلة تضم وسيم نوار حارس مرمى، شمام بن يوسف وليد الهشري، أيمن بن عمر في خط الدفاع، تراوي وخالد القربي ثنائي ارتكاز، وأمامهم يوسف المساكني الدراجي أفول، وفي المقدمة الجرافة النيجيرية مايكل إيرامو. أمامنا تدخل كان من جانب المدافع سيام بن يوسف وخطأ لفائدة وفاق سطيف. سطيف اللي خسر اللقاء الأول على أرضية ميدانه، ملعب النار والانتصار أمام الترجي بهدف وحيد عن طريق اللاعب الغائب عن هذه المباراة هو وجد البوعزي. بوعزي يغيب في تشكيلة الترجي، فيما في صفوف فريق سطيف غياب للثنائي حيماني ومطرف. محاولة أولى للفريق العصري والكرة تمر. يحاول فريق الترجي الضغط منذ البداية. أيمن بن عمر لأفول، تعود الكرة من جديد في التدخل من جانب لاعب وسط فريق سطيف، والكرة تتحول لركلة ركنية، الركنية الأولى في هذا اللقاء لفرقة باب سويقة. هذا هو الدراجي اللي شارك منذ البداية. بشرى الزفة دكتور الترجي ياسين بن أحمد أكد للجهاز الفني إمكانية الاعتماد على صانع ألعاب فريق الترجي. ركلة ركنية للفريق العاصمي، تلعب كرة مقوسة داخل منطقة الجزاء تمر من الجميع. مجدي تراوي لاعب خط الوسط اللي يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد انتهاء فترة الإيقاف. ترجي اللي يلعب بنفس التشكيلة تقريبا لخاض فيها اللقاء السابق أمام مازيمبي الكونغولي. هل سيتمكن الترجي من تحقيق الانتصار الثالث له في ملعب رادس بعد الفوز على ديناموس 1-0 هدف الدراجي، وبثلاثية رد لها على حساب مازيمبي في لقاء تألق فيه اللاعبين رامو. الدراجي يلعب كرة باتجاه فول، والتدخل من فاروق بلقايد جانبية لمصلحة فريق الترجي الذي يسعى للاعتماد وعلى عاملي الأرض والجمهور من خلال هذا اللقاء. جانبية لمصلحة الفريق التونسي، كرة باتجاه إنيرامو. الحاج عيسى تدخل ناجح من مجدي تراوي، أيمن بن عمر ومتابعة من يوسف غزالي. جانبية لمصلحة فريق الترجي اللي يبحث عن فرصة لإعلان تقدمه في توقيت مبكر. هي مباراة صعبة على فريق وفاق ستيف خاصة في الدقائق الأولى. يسعى الفريق الجزائري للدخول أجواء ملعب رادس. فوزي الشاوشي يتمكن من السيطرة على الكرة. سطيف على أرضية هذا الميدان انتزع لقب كأس شمال أفريقيا للأندية البطلة بعد التعادل الإيجابي في لقاء الإياب 1-1، لكن ركلات الترجيح ابتسمت للفريق الجزائري. هذا هو اللاعب خالد القربي في التدخل، تمكن من إبعاد الكرة لركلة ركنية، وأمامنا المحاولة الأولى لفرقة المكشخة، لكن فوزي الشاوشي يتمكن من السيطرة على الكرة. متابعة من أفول على اللاعب الحاج عيسى، بينما أمامنا هذا الحارس وسيم نوارة الحارس اللي يحمي عرير الترجي. ركنية بركنية، تلعب كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة راسية وفرصة للتقدم. ستيف يعلن عن التقدم في النتيجة 1-0. يوسف غزالي يتابع الكرة ويسكنها داخل الشباك. وفاق ستيف يعلن عن بداية نارية في ملعب رادس. التقدم للضيوف لفائدة وفاق ستيف. يوسف غزالي كان في التوقيت المناسب يتابع الكرة ويسكنها داخل الشباك. وفاق ستيف يستغل أول ركنية، ويوسف غزالي في الموعد ليعلن عن تقدم جزائري في توقيت مبكر.
فرحة كبيرة من جانب جماهير وعشاق وفاق ستيف بهدف التقدم أمام الإعادة من جديد. ارتباك في الدفاع التونسي والكرة تصل سهلة عند غزالي. هدية كانت من خليل شمام وغزالي يقبل الهدية. هجوم للترجي سريع، إمكانية للتعديل، كرة تنتهي لخارج أرضية الميدان. ركنية حسب إشارة حكم اللقاء الحكم بدر دياتا يعلن عن ركنية لمصلحة فريق الترجي. هل هدف ستيف المبكر سيعطي قوة إضافية لفائدة الترجي؟ ركنية في تنفيذه خالد القربي، مراقبة من جانب لاموشية على المساكني، كرة تلعب على مستوى القائم الأول، دفاع يتابع، تصل لخليل شمام الآن، شمام لخالد القربي، خالد القربي وجانبية، حاول فريق وفاق ستيف أن يلعب مباراة العمر، أن يقدم مباراة تمكنه من العودة من جديد. حاول الفريق الجزائري أن يستنسخ ما قدمه في العام الماضي عندما تمكن من انتزاع لقب كأس شمال أفريقيا. كرة تخرج خارج أرضية الميدان، لا زالت هي هذه هي البداية، لكن في انتظار الدقائق القادمة الترجي قادر على العودة وأكد ذلك في العديد من المرات. هل سيستميت الفريق الجزائري أم أن الفريق التونسي قادر على العودة؟ أيمن بن عمر يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، عبد القادر العفاوي يبعث كرة لجانبية، جانبية في تنفيذها أيمن بن عمر يلعب كرة داخل منطقة الجزاء والدفاع الجزائري تابع. غزالي ينقل كرة، فهم معزة أمامية، تنقل كرة طويلة وتابع لزياد بن يوسف، ارتباك من جانب مدافع الترجي والحارس وسيم لورا. هدف اللاعب يوسف غزالي يربك فريق الترجي. القادر فريق وفاق ستيف أن يستغل هذه اللحظات. أريسون أفول يمر كرة في وسط الميدان، تنقل للمجد تراوي، تراوي الدراجي الآن، أسامة الدراجي، لكن فيه متابعة من جانب لاعب وسط فريق وفاق ستيف. كرة عند جابو، جابو بالمهارة ينطلق، جابو وحاول المرور والاختراق أمام كماشة من لاعبي الترجي. كرة عند مايكل رامو، الرامو للوراء، تنقل كرة أمامية، الدراجي يمرر، الرامو داخل منطقة الجزاء، متابعة من عبد الرحمن عشوت وركلة ركنية لفائدة الترجي. إيقاع المباراة السريع من كلا الجانبين، الترجي يسعى للعودة وفريق وفاق ستيف من أجل الحفاظ على هذا التقدم الثمين. أمامنا عدم التفاهم والتنسيق واصطدام كان ما بين نوارة والمدافع سيام بن يوسف، خروج الشاوشي والشاوشي يتمكن من السيطرة على الكرة. فوز الشاوشي اللي غاب في لقاء ذهاب، لكن اليوم يؤكد تواجده وحضوره حارس مرمى فريق الوفاق. كرة تصل سهلة للحارس وسيم لورا، يبدو أن النتائج الباهرة اللي حققها الجهاز كشبيبة القبائل تحفز مواطنة وفاق ستيف على الاستمرار والبقاء في دوري الأبطال. الفوز سيعطي حافز كبير ويعطي حدود وافرة للفريق الجزائري لتسديد، لكن الكرة تصطدم بمدافع ستيف. لقى من يوسف غزالي، متابعة من جانب المدافع وليد الهجري، وهناك صافرة وخطأ. بداية ربما لم يتوقعها فريق الترجي، لكن هذا ما كان ينتظره فريق وفاق ستيف، أن يخطف هدف مبكر يعطيه الثقة الكبيرة. دراجي الآن، أسامة الدراجي، دراجي يلعب كرة أمامية، تدخل من عبد القادر العفاوي، كرة في الجهة اليمنى ومحاولة خطيرة، وأيمن بن عمر يكسب ركلة ركنية، ركنية للترجي أمامنا، كرة اللاعب خالد القربي، لكن بكل فدائية والتدخل كان من المدافع عبد القادر العفاوي. الثقة اللي تحدث عنها المدرب الإيطالي جياني من جانب فريق وفاق ستيف يبدو ظهرت منذ البداية. وفاق ستيف كما ذكرت أمام حتمية الفوز، والترجي يلعب لغايتين، التعادل أو الانتصار. فريق العاصمي اللي يرغب دائما في البقاء في الطليعة وفي الصدارة، رأسية من مايكل رامو والكرة خارج أرضية ميدان. هذا الحارس الشاوشي أمام مايكل رامو اللي سجل في شباك ستيف في إياب كأس شمال أفريقيا على أرضية ميدان من ركلة جزاء.
الايطالي كما ذكرت انت لفائده ستيف بركلات الترجيح. الرامو العائد من نيجيريا وكان صاحب الهدف الثاني في شباك مدغشقر في تصفيات كاس امم افريقيا. نيجيريا انتصرت على مدغشقر بفضل ثنائيه اوبافيمي مارتينيز ومايكل ايرامو مهاجم الترجي التونسي. اسامه الدراجي يلعب كره اماميه، ركله مرمى لوفاق سطيف. هل سيبعثر اوراق هذه المجموعه فريق الكحله والبيضه؟ الترجي فاقد اللقاء لحد الان 1-0، اخر خساره للترجي في دوري المجموعات. مسابقه رابطه الابطال الافريقيه كانت عام 2005 امام الزمالك المصري بهدفين مقابل هدف واحد على ارضيه ميدانه. هناك اشاره من جانب الحكم المساعد الاول، ركله حره غير مباشره لمصلحه فريق الترجي. هذا هو ايمن بلعمر. عناصر ستيف تدرك تماما عبء هذه المسؤوليه الملقاه على عاتقهم، لكن كما ذكرت التاهل جيسكا يحفز لاعبي فريق ستيف ويعطيهم عزيمه كبيره. نتائج الباهره الكبيره لجيسكا اكدت له تاهل للدور النصف النهائي وفي الصداره وبكل جداره بعد ان تمكن يوم الامس من تحقيق الفوز على حساب الاسماعيلي المصري 1-0. هجوم للترجي، العيفاوي تابع، افولي سدد، كره تصدم بمدافع فريق ستيف. فريق ستيف يحاول ان يلعب بعزيمه واصرار في هذا اللقاء. هناك لاعب على ارضيه ميدان، تدخل الحكم بدله. المدافع عبد القادر العيفاوي على ارضيه ميدان. يبدو المعسكر اللي قام به المدرب جياني لمده اسبوع قد تكون لديه العديد من الفوائد، ويبدو ان ايضا التصريح رئيس النادي عبد الحكيم سرار قال بان فريقه سيلعب بدون ضغوطات، وهذا قد يعطي افضليه لوفاق ستيف. كره خارج ارضيه الميدان، يستانف اللاعب من جديد، وركله مرمى لوفاق ستيف. وفاق ستيف في البدايه كانت متعثره في ملعب النار والانتصار، خساره امام الترجي. بعد ذلك ايضا هذا الفريق اللي تم تعادل امام مازيمبي بهدفين مقابل هدفين، لكنه خسر في اللقاء الثالث امام ديناموس، لكن عرف الفوز لاول مره في المجموعه على حساب ديناموس بثلاثيه لرد لها. هذا هو المدافع سيام بن يوسف. سيام بن يوسف المدافع التونسي، بالمناسبة سيام من أب تونسي وأم جزائرية، المدافع السابق لباسيا الفرنسي. وليد الهيش للان يمرر الكرة لخليل شمام أو لخالد القربي. وليد الهيش أمام سيام بن يوسف، لا زال يتلقى العلاج خارج أرضية الميدان. مجدي تراوي، مجدي تراوي يخطف التمرير، والكره سهله عند حارس مرمى فريق وفاق ستيف. هذا الحارس فوز الشاوشي، حارس السابق لنادي شبيبة القبائل. هل سيتمكن وفاق ستيف من تحقيق اول انتصار له على حساب الترجي؟ وهل سيتمكن من تحقيق اول فوز لستيف على نادي تونسي في تونس؟ الترجي في تاريخه صولاته وجولاته الافريقيه لم يخسر على ارضيه ميدانه امام فريق جزائري في البطولات الافريقيه. واجه شبيبه القبائل، مولوديه وهران، اتحاد العاصمه، وكل هذه الانديه لم تتمكن من تحقيق الفوز على حساب الترجي في تونس. هل قادر ستيف على تحقيق ذلك؟ الى حد الان متقدم 1-0. كره تعود للترجي، مجدي تراوي الان، تراوي ينقل كره طويله، الاعتماد على الكرات الطويلة هو الأسلوب اللي يتبع فريق الترجي في هذه اللحظات. كرة عند الحارس فوز الشاوشي، يحاول فريق ستيف أن يمتص حماس الفريق التونسي، لكن لازلنا في البداية. 15 دقيقة لعب مرت من زمن الشوط الأول، والنتيجة جزائرية، تقدم ستيف 1-0 بهدف اللاعب يوسف غزالي. يوسف غزالي بالمناسبة سجل في شباك ديناموس، سجل هدف وثنائيه كانت عن طريق اللاعب فهيم بوعزة. كره عند مايكيلي رامو للغاني هاريسون افول. افول يمرر باتجاه خالد القربي، قربي للوراء لخليل شمام،
خليل شمام عند الدراجي، هاريسون افون، دراجي من جديد يمر باتجاه ايمن بن عمر، ومتابعه من عبد الرحمن هشود او من الحاج عيسى. لازر الحاج عيسى يسجل في مرمى الترجي في العام الماضي في اياب شمال افريقيا، وطرد ايضا في ذلك اللقاء بالبطاقه الحمراء. تدخل خطا للاعب اسامه الدراجي. الدراجي في انتظار لمسات امكانيات الدراجي. الدراجي يكسب خطا بعد تدخل كان واضح من خالد لموشيه، في انتظار هذه الكره الثابته. مدرب فوز البنزرتي يراهن على الكرات الثابته ويراها هي الحل الامثل لفريق الترجي. الترجي هل بامكانه العوده من الكره الثابته؟ صعود المدافع زيان بن يوسف، شمام في التنفيذ، خليل شمام يلعب كره مقوسه داخل منطقه الجزاء، والشاوشي يتابع. هناك صافره من بدره وخطا لمصلحه فريق ويفاك ستيف. سقوط من جانب الحارس فوز الشاوشي. نقاش من جانب فاروق بالقايد مع حكم اللقاء. اذا اللعب في هذه اللحظات متوقف. تقدم مبكر جدا لفائده فريق ويفاك ستيف. الفوز للفريق الجزائري يفتح له افاق، وايضا حدوده تصبح وافره في التاهل للدور نصف النهائي. لكن في حسابات الترجي ان يتاهل للدور نصف النهائي وهو في صداره هذه المجموعه، حتى يلعب لقاء اياب النصف النهائي على ارضيه ميدانه. مدرب شياني اللي تكلم على فريق الترجي وقال نقاط قوه الخصم لا سيما من حيث التنظيم والخبره والتجربه، ناهيك عن عدد اللاعبين الدوليين المتواجدين مع المنتخب التونسي. وان كانت يعني المنتخبات العربيه بدات بدايه متعثره في التصفيات، الجزائر تعادلت امام تنزانيا 1-1، وتونس امام ملاوي بهدفين مقابل هدفين. لكن في انتظار التعويض في المباريات القادمه للمنتخبات العربيه. فوز الشاوشي يتلقى العلاج. حارس اللي تاكد خبر مشاركته، كانت في شكوك كبيره تحوم حول عدم مشاركه الشاوشي. وامامنا جمهور الترجي المصدوم، لكن اكيد جمهور الترجي على يقين بان فريقهم قادر على العوده. المباراه لم تنتهي بعد ولا زلنا في وقت مبكر، والترجي استطاع العوده في العديد من المباريات والمرات. هذا هو فوز الشاوشي. حارس مرمى فريق ويفاك ستيف لا يزال يتلقى العلاج، بينما امامنا جمهور فريق ويفاك ستيف القادم من الجزائر لدعم فريقه في هذه المباراه الهامه. مباراه هامه للفريقين. التقدم جزائري 1-0، لكن الترجي المباراه لم تنتهي بعد لهذا الفريق. هذا حارس المرمى فوزي الشاوشي في انتظار ان يستانف اللاعب من جديد، وكره لمصلحه سطيف تنقل اماميه اقرب عند حارس المرمى وسيم نواره. هدف فريق سطيف في شباك الترجي هو اول هدف يستقبله الترجي في دوري المجموعات على ارضيه ميدانه. استقبل ديناموس واستقبل مازمبي، فاز 1-0 و3-0، لكن الان في المواجهه المغاربيه متاخر 1-0، وشباكه اهتزت في ملعب رادس. حوار مغاربي في اطار وثوب افريقي، لمن ستكون الكلمه الاخيره؟ ركله مرمى لمصلحه فريق ستيف. ستيف يحاول ان يؤدي اداء تكتيك خاص لهذا اللقاء حتى يتمكن من تحقيق الفوز. كره عند اريسون افول، يمر لمجد تراولي، وهناك خطا للترجي. وليد الهجري يشري عند افول، اريسون افول لخالد القربي. خالد القربي يخطف التمرير، مراد الهومي مر الان عند لزر الحاج عيسى لاعتماد على الكونتر اتاك من جانب فريق سطيف، والمتابعه كانت من جانب خالد القربي. قربي يبعث كره لركله ركنيه ويضع الكره في زاويه الركنيه، اللاعب خالد القربي. هذا هو حارس مرمى وسيم نواره. هناك ارتباك في الخط الدفاعي لفريق الترجي، خاصة في محور الدفاع،
وعدم تنسيق من جانب مدافع فريق الترجي، خاصة في التغطية العكسية. كرة تبعت من دفاع الترجي، تصل من جديد سليمان أو عن طريق اللعب بالقايد. بالقايد يخطف التمرير، مجدي تراوي يتدخل وهناك صافرة وخطأ. مجدي تراوي طالب حكم اللقاء بإنذار لاعب وفاق سطيف. إذن كرة تعود لفائدة الترجي. أيمن بالعمورة الآن إمارة الكرة عند سيام بن يوسف. سيام لوليد الهشري، وليد الهشري ينقل كرة طويلة باتجاه مايكل رامو، وحكم اللقاء يحتسب خطأ. خطأ لمايكل رامو، خطأ ضد مدافع سطيف، وكرة ثابتة مقابلة لمرمى الحارس. فوز الشاوشي أمام الإعادة، كان فيه إسناد من المدافع فاروق بالقايد، وبالتالي إيرامو يكسب خطأ. الأقرب للتنفيذ هل سيكون مجدي تراوي أم أسامة الدراجي؟ فيما فوز الشاوشي يحاول تثبيت حائط الصد. شمام أقرب، خليل شمام يستعد لتنفيذ هذه الكرة. شمام سيتقدم لهذه الكرة، حاول تصحيح الخطأ اللي ارتكبه شمام، هي المتسبب الأول في هدف فريق سطيف مدافع فريق الترجي. الترجي يسعى للتعويض، وشمام في تنفيذ هذه الكرة من مكان مهم ومن مكان خطير. خليل شمام والحارس الشمسي متابعة بالرأس، والكرة بصورة غريبة جدا تضيع على الترجي. اللاعب وليد الهشري لو تعمد إضاعة الفرصة لما استطاع وليد الهشري يضيع فرصة التعادل. شمام لعب كرة في زاوية صعبة ارتدت من القائم، وراسية الهشري لم تستقر داخل الشباك. الترجي كان قريب من التعديل، من كرة ثابتة كانت أن تسفر عن عودة الفريق العازلي. خطأ لفائدة فريق الترجي، كرة تلعب من الجانب القربي باتجاه أسامة الدراجي. أسامة الدراجي بمحاولة للاختراق، تعود الكرة للقربي. قربي أريسونا فول، والمتابعة من دفاع سطيف. يوسف غزال يفتن الكرة، تعود من جديد للترجي أمامية. تدخل من العيفاوي، مرة أخرى فريق الترجي يواصل ضغطه المكثف على مرمى سطيف. استقبال من أريسونا فول، أفول لأيمن بن عمر، أيمن بن عمر تمرير كرة باتجاه مايكل رامو. مقاصية من فهم بوعزة، تعود كرة تصل لباجو لازر بن عيسى، الحاج بن الحاج عيسى، لازر الحاج عيسى. متابعة من أريسونا فول أمام المساعد ماهر الكنزاري، مساعد المدرب فوز البنزرتي. لحظات صعبة يعيشها فريق الترجي. سطيف يحاول الاعتماد على الهجمات العكسية، كرة تنقل باتجاه الأزهر الحاج عيسى، وهناك تسلل حسب إشارة حكم اللقاء، حكم المساعد الأول. تنقل كرة طويلة مايكل رامو، وهناك إشارة من تسلل لتسلل، هذه المرة ضد اللاعب مايكل رامو. ركلة حرة غير مباشرة لفائدة وفاق سطيف. بالقايد للموشية، لموشية كرة عند مراد الهوب وجانبية. هذا هو مجدي تراوي لاعب وسط فريق الترجي. كرة تنقل طويلة باتجاه الحاج عيسى، والكرة تعود لفائدة الترجي. الترجي الأكثر استقرار فنيا، والترجي يشهد دائما ثوابت تكتيكية، ثوابت في تشكيلة الفريق لها العديد من المحاسن. يختلف تماما عن وضعية فريق سطيف اللي يحاول هذا الفريق أن يعود من جديد بعد البداية الغير مقنعة المتعثرة مع المدرب السابق نوردي بن زكري. يحاول الايطالي جياني ان يعيد الفريق من جديد للمنافسه.
اشتباك من جانب ما بين اللاعبين، توقف اللعب. نتمنى دائما في لقاءات الاشقاء ان تسود الروح الرياضيه، ودائما اللقاءات التي تجمع بين الكره التونسيه والجزائريه، دائما هذه لقاءات الروح الرياضيه هي السائده فوق ارضيه ملعب. تدخل من جانب اللاعب فيهم بوعزة على مجدي تراوي، النرفزه والتوتر يحدث في مباريات كرة القدم، خاصة في مثل هذه المباريات. الأعصاب مشدودة من جانب اللاعبين. إذن خطأ لفائدة الترجي، وكرة ثابتة. هل قادر فريق الترجي على استغلال هذه الكرة؟ الكرة الثابتة هي الورقة الرابحة لفوز البنزرتي، واللي عمل عليها في الحصص التدريبية الأخيرة. في انتظار هذه المحاولة وفي انتظار هذه الكرة، لاعبان من جانب الترجي يقفان على الكرة، ننتظر التنفيذ. كرة تلعب داخل منطقة جزاء، كرة خطيرة، لكن العارضة تنوب عن الشاوشي وانتحر بالبلدوزر مايكل رامو من هدف التعديل. في مرة أولى القائم تعاطف مع سطيف، وفي مرة ثانية العارضة وقفت أمام مايكل رامو. الترجي يهدد مرمى سطيف أمام الكرة المقصية خلفية من مايكل رامو. انذار في وجه مدافع سطيف هو عبد القادر العيفاوي. عيفاوي يتلقى انذار مدافع الفريق الجزائري. حاول ان يلعب فريق وفاق سطيف مباراة تكتيكية من جميع النواحي، حاول ان يمتص حماس الفريق التونسي، بينما امامنا القلق لينتاب المدرب فوز البنزرتي. هذا هو ماهر الكنزاري المساعد واللاعب السابق لفريق الترجي. كرة ترسل أمامية، محاولة المرور، حكم اللقاء يحتسب خطأ للنصر الحاج عيسى، خطأ لفائدة الفريق الجزائري اللي يحاول التخلص من الضغط المفروض عليه. هذا هو المدرب جياني إيطالي، هل سيتبع طريقة الكاتيناتشو في هذه المباراة؟ هجوم سريع لفائدة ستيف، لكن أقرب نوارة، نوارة إمارة الكرة باتجاه اللاعب خالد القربي أو يوسف المساكني، يفقد الكرة، تعود من جديد في انطلاقة، وهناك تسلل على لاعب فاهم بوعزة. فاهم بوعزة أمام اللي كان في مصيدة التسلل، تلقى الكرة الطويلة، تعود للترجي من جديد، كل الكرات باتجاه مايكل إيرامو اللي يشكل بنسبة كبيرة قوة فريق الترجي. والدراجلي، دراجلي مايكل في التمرير، فرصة تضيع على الترجي، مطالبة من جانب الفريق التونسي بركلة جزاء. الحكم يأمر باستمرار اللعب. جملة تكتيكية رائعة، فريق الترجي تمكن من اختراق دفاع ستيف إيرامو في التمريرة على الطبق من ذهب لأريسون أفور، لكن كانت فيه متابعة من جانب مدافع فريق ستيف أمام الإعادة. تدخل من جانب مدافع فريق سطيف هو عبد الرحمن حشود، حكم اللقاء امر باستمرار اللعب. الحاج عيسى الان في الانطلاق، حاج عيسى يمر الكرة امامية اقرب للحارس، وسيم نورة يمر الكرة امامية باتجاه الدراجي عند مايكل رامو. رامو شكل صعوبة كبيرة مايكل رامو على اي دفاع امام الدراجي. لمسات الدراجي بدأت تظهر في هذا اللقاء، عندما يكون أسامة الدراجي في أفضل حالاته يشاهد فريق الدراجي يقدم لنا وجه هجومي رائع. هذا حتى مايكل إيرامو واضح تماما، إيرامو في فورمة كبيرة. الدراجي من خلال محاولاته ينذر بأنه قادر على العودة، لكن سطيف يدرك تماما بأن 1-0 نتيجة غير مطمئنة. يشري يتدخل وركله ركنيه لفائده وفاق سطيف. حاول وسيم نواره اللحاق بالكره لكنه لم يتمكن. هدف سطيف جاء من ركله ركنيه بعد ارتباك كان من خليل شمال في ابعاد الكره، تهيأت للاعب يوسف غزالي
اللي لم يتردد في اسكان الكره داخل الشباك. اكيد الفريق التونسي سيحتاط وسيكون هناك حرص كبير من الكرات الركنيه. تلعب كره داخل منطقه الجزاء بقبضه اليدين نواره يبعث كره تعود جزائريه فيها بوعزه للوراء الى معادل حارس المرمى فوز الشاوشي. نصف ساعه مرت من زمن الشوط الاول والتقدم الجزائري مستمر لفرقه الكحله والبيضاء. كره عند اللاعب الحاج عيسى لكن فيه تسلل مساعد امام الحاج عيسى قال بان لديه ثقه كبيره فريق فاكستان بامكان ان يحقق الفوز. هجوم لمساعد فريق الترجي، الترجي في وضعيه هجوميه من جديد اسامه الدراجي لكن فيه متابعه منتخب الشارج ارضيه ميدان هذا هو الاموشيه محاوله لفعل الترجي والدفاع دفاع حاضر في كل مره هذه مره من فاروق بالقايد. أمامنا يوسف المساكني لاعب فريق الترجي جانبية للترجي خليل شمام في التنفيذ يلعب كرة داخل المنطقة تعود من جديد الآن تلعب القربي داخل منطقة الجزاء القربي بعيد لمايكل رامو وركلة مرمى لفائدة ويفا كستيف رجع بالكامل من جانب فريق ويفا كستيف يمكن الترجي دوما من اللعب في مناطق الفريق الجزائري لكن الى حد الان الفاعليه لا زالت هي الغايبه. امام السياب اليوسف يكمل المباراه والراس معتوب بعد التعرض لاصابه مدافع فريق الترجي. صحيح الترجي قوي منظم يمتلك اسماء لها خبره كبيره لكن مشكله الترجي في المحور الدفاعي. على الترجي في العديد من المباريات في الجانب الدفاعي وكذلك ايضا هذا الكلام ينطبق على وفاق ستيف لكن يبدو ان وفاق ستيف يحاول من خلال هذا اللقاء الاعتماد على التراجع والكثافه العدديه وان يفرض على فريق الترجي هذا التقدم. فاض على هذا التقدم ان يكون بالامر السهل والامر الهين. هذا هو اللاعب القائد استقبل الكره بطريقه ممتازه وتمكن من تشتيتها وبعدها لتصل لحارس مرمى وسيم نواره. الترجي يضغط وستيف لا يزال يحافظ على التقدم. كرة ترسل طويلة على الشوط يتابع دراجي يخطف الاستقبال تعود جزائرية في أبو عزة للحاج عيسى. حاج عيسى بمحاولة المرور الكرة تبعد جانبية لوفاق ستيف. الديربيات من الصعب التكهن. دراجي فاز في الجزائر 1-0 والآن ستيف متقدم في تونس 1-0 تكمن قيمة الديربيات. الصعب التكهن بالفريق الفائز مهما كانت وضعية الفريق ومهما كانت المباراة تلعب. متابعة من سيام بن يوسف حاج عيسى لكن وليد الرجلي يقطع الكرة بكل ثبات. أريسونا فول عند الجرافة مايكيل الرامولين الرامو يا أريسونا فول عند الدراجي او عند مجد تراوي تصدم بلاعب ستيف وتعود من جانب مراد الهوم من جديد للاسبيرانس. كره عند اللاعب افول داخل منطقه الجزاء وسام الكره عند حارس مرمى شاوشي. يمر الكره باتجاه جابو اماميه هجوم سريع لستيف كره بعيده على غزالي ليجري اقرب هناك اشاره كانت متاخره وقت اللي تمكن فيه ليجري من الحصول على الكره. تدخل من جانب اللاعب مراد الهوم وهناك صافره وخطا ليوسف المساكني. الترجي يبحث عن هدف التعديل محاولات جاده من الفريق العاصمي لكن ستيف يصر على هذا التقدم الثمين. خالد القربي في التنفيذ يمر الكرة أمامية دراجي سقوط داخل منطقة الجزاء لكن بعد ركلة قريبة لوجود العرقلة ركلة مرمى ستيف. أمامنا الإعادة من جديد دراجي كان في حوار مع لاموشية لوجود لا احتكاك من جانب اللاعب خالد لاموشية لاعب وسط فريق وفاق ستيف.
ركلة مرة في تنفيذها الشاوشي. 35 دقيقة لعب مرت من زمن الشوط الأول، وفريق وفاق ستيف لا زال يفرض كلمة التقدم على حساب الترجي بفضل هدف اللاعب يوسف غزالي. كرة عند حارس مرمى الحارس وسيم نوارة. وسيم يمر الكرة باتجاه اللاعب سيام بن يوسف. مجد التراوي، حاج عيسى، تمريرة من حشود الآن. حاج عيسى التدخل من الهجري. حاج عيسى الاحتفال بالكرة من جانب الحاج عيسى، ينتظر المساندة، لكن فارق التقوير البدني للاعب ولاية وليد الهجري مكنة من انتزاع الكرة. تدخل من جانب لاعب فريق وفاق ستيف، الكرة في وسط الميدان، تعود لمصلحة فريق ستيف اللي يحاول تهدئة اللعب، وابقى الكرة في منتصف الميدان. حشود يمر الكرة أمامية، عبد الرحمن حشود، سيام بن يوسف للوراء، وسيم نوارة، نوارة يخطف التمرير، حاج عيسى حاول انطلاق لكن الكرة طارت عليه. ضغط من جانب فريق وفاق ستيف في هذه اللحظات يمكنه من انتزاع الكرة، لكن الترجي من جديد يسترجع الكرة، انطلاقه هجوم سريع. دراجي محاولة المرور، تدخل من مدافع ستيف ببدلة، يقول خطأ لفائدة صنع ألعاب الترجي هو لاعب أسامة الترجي. الدراجي كان في محاولة للانطلاق أمام الإعادة من جديد، والتدخل كان من عبد القادر العفاوي. كرة داخل منطقة الجزاء، أخرج لخارج أرضية الميدان. الدراجي يحاول أن يرفض الخسارة. كان الفريق الدراجي يحتاج على أن يظهر بأداء قوي بمظهر لائق على أرضية ميدانه. اليوم في هذا الاختبار الصعب فريق الترجي لم يتوقع ان يكون صاحب المبادره هو الفريق الضيف. دواري سونا بول اللاعب الغاني يظهر بمستوى ممتاز مع فريق الترجي في هذه المسابقه. الكره للترجي، معادل الوراء لوليد الهجري. وليد الهجري ينقل كره اماميه لا وجود لاحد خارج ارضيه ميدان. ركلة مرمى لفائدة وفاق ستيف. شاوشي في تنفيذ ركلة مرمى. جمهور اللي في ملعب رادس في حالة ترقب. جمهور الترجي يحاول أن يبث الحماس لدى اللاعبين من أجل العودة. الترجي يبحث عن الحلول. كرة ترسل أمامية لكن بالخطأ، ولم شيء يتابع، لا وجود لاحد من جانب لاعبي فريق ستيف. وسيام بن يوسف يعيد كره للوراء، ويتلاعب من جانب فريق ستيف على ارضيه الميدان. يبدو يوسف غزالي صاحب الهدف الوحيد. كره تلعب في الجهه اليمنى، والحاج عيسى يبعث الكره جانبيه لمصلحه فريق الترجي. لا يزال لاعب فريق ستيف ملقى على ارضيه الميدان. هكذا اللقاء بدر يطلب النقاله. دخول العربه المخصصه لنقل اللاعبين وعلاجهم خارج ارضيه الميدان امام اللاعب يوسف غزالي. يتعرض لاصطدام باللاعب خالد القربي، واصطدام لم يكن مقصود. اللاعب متوقف في هذه اللحظات. الامتار الاخيره من زمن الشوط الاول، وفريق وفاق السيف لا يزال محافظ على التقدم بهدف هذا اللاعب يوسف غزالي. امام الاعاده من جديد، راسيه اخطا اللاعب خليل شباب في ابعادها، وبالتالي تهيأت للاعب يوسف غزالي الذي استغل الكره واسكنها داخل الشباك. عادة من جديد لهدف اللاعب يوسف غزالي مهاجم فريق ستيف. كرة تعود الان في هجوم وانطلاقة سريعة لفائدة فريق ستيف. تمرير الكرة باتجاه محاولة خطيرة. حاج عيسى يلعب كرة عرضية، وسيام بن يوسف وحارس المرمى وسيم نوار يقطع الكرة.
واضح تماما فريق الترجي اللي يعاني تماما من الهجمات المرتده. هذا هو يوسف غزالي صاحب الهدف الوحيد واللاعب السابق لوداد تلمسان، لاعب صغير في السن من مواليد 88، لعب الموسم الاول له مع فريق سطيف. كره اماميه والحكم يعلن عن خطا، خطا وانذار بطاقه صفراء في وجه مدافع فريق سطيف. هل هو العفاوي؟ لا، العفاوي بالفعل يتلقى انذار. لاعب رقم اربعه، التشجيع مستمر من جانب جماهير فريق الترجي اللي تنتظر بفارغ الصبر هدف التعديل امام الكره الاماميه. صعوبه كبيره في ابعاد الكره من مايكل ايرامو في الكرات المشتركه، اي مدافع يجد صعوبه في الوقوف امام الجرافه النيجيريه، جرافه بلدوزر صعب تماما مراقبه هذا المهاجم. كرة مقابلة لمرمى الحارس فوز الشوشي، دراجي في التنفيذ، دراجي هل ينجح في مغالطة الشوشي ومباغتة حائط صد وفاق سطيف من خلال هذه الكرة اللي يراهن عليها كل أحباء الترجي في انتظار هذه الكرة، في انتظار هذه المحاولة. هل ستعلن عن عودة الفريق العاصمي؟ دراجي في التنفيذ أم شمام؟ دراجي أقرب، دراجي سجل، دراجي يقول كلمة التعادل. أصاب دراجي، إخالة فوز الشاشي بلمسة حاسمة. الترجي يعلن عن عودة الترجي 1-1. أسامة الترجي صانع ألعاب الترجي يتمكن من توقيع هدف التعديل من كرة ثابتة كانت ماكرة في زاوية صعبة تجاوزت مهارة الشمسي، وأعلنت عن فرحة فريق باب سويقة أمام كرة الدراجي آخر الطريق على الشباك، وأعلنت عن فرحة في ملعب رادس. 1-1، الترجي يعود في آخر لحظات هذا الشوط، الشوط الأول، والورقة الرابعة للترجي هي الكرات الثابتة. دراجي تقدم الكرة وباقتدار لعبها في الزاوية البعيدة وأعلن عن عودة الترجي. الترجي يعود في آخر لحظات هذا الشوط، الشوط الأول. إذن 1-1، هدف في كل شبكة، تقدم ستيف غزالي وعدل للترجي. الدراجي يشعل مدرجات ملعب رادس، وفرحة كبيرة من جانب أنصار عشاق فريق الترجي. بالمناسبة الحضور كبير، إدارة الترجي في إطار سعية لضمان حضور الجمهور قامت بتخفيض سعر التذاكر اللي بلغ أدناها قرابة ما يعادل دولار ونصف. إذن 1-1، وأمامنا بادارا دياتا حكم هذا اللقاء. في نقاش مع الحكم الرابع جياني يحتج، لكن لا ندري ما سبب الاحتجاج من المدرب الايطالي جياني. حكم الرابع في نقاش مع بادارا. إذا في انتظار أن يستهدف اللاعب من جديد، عودة للمباراة مرة أخرى، كرة لمصلحة فريق سطيف، ترسل طويلة، تعود من جديد لفريق الترجي، تعود الروح من جديد للترجي، الترجي اللي بحث طوال الشوط الأول على العودة، بحث عن فرصة وعن حل، والحل جاء عن طريق المبدع الترجي، جانبية لمصلحة فريق سطيف. أجواء كبيرة في ملعب رادس، خاصة من جانب الجمهور الحاضر في هذا اللقاء، سواء من الجمهور الكبير الترجي
او حتى جماهير فريق سطيف المتواجده في ملعب رادس. كره تلعب من وليد الهجري، يجري اماميه ناحيه بولاريسون، لكن اقرب وتدخل مع عبد الرحمن عاشوت. ترجي يستعيد الكره من جديد في انطلاقه وهجوم لفائده الترجي. تلعب باتجاه خليل شمام، لكن سليمان راحوا اقرب، راحوا يرسل الكره باتجاه سالي، متابعه من سيان بن يوسف، والكره عند حارس المرمى. الحارس وسيم نوارة. نلعب في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع. قربي ينقل كرة طويلة، سليمان راحو، لموشية في وسط الميدان، لموشية باتجاه فهم بوعزة، فهم بوعزة متابعة من مجدي تراوي، وهناك خطأ لفائدة فريق أو جانبية. حكم ينظر إلى الساعة، خطأ لمصلحة فريق الترجي أو جانبية بالفعل. جانبية حسب إشارة حكم اللقاء. عايم بن عمر مر الكرة أمامية ناحية أريسون أبول، والكرة تخرج خارج أرضية الميدان. هذا هو مجدي تراوي لاعب وسط فريق الترجي. شوط شاهدنا فيه إيقاع سريع من كلا الجانبين، شاهدنا هدف مبكر لسطيف، بعد ذلك فريق الترجي تمكن من التعديل في اللحظات الأخيرة من زمن الشوط الأول. أيمن بن عمر في تنفيذ الجانبية، ينقل الكرة الطويلة، متابعة من فاروق بالقايد، والكرة خارج أرضية الميدان. دخلنا الآن للدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع. عين بن عمر للدراجي، دراجي داخل منطقة الجزاء. يوسف المساكني الآن، المساكني في انتظار مساندة. يوسف المساكني، المساكني مرر داخل منطقة الجزاء، كرة تصل للدراجي، دراجي ليافول، عفول يمرر بن عمر، بن عمر يعكس كرة عرضية للحارس الشوشي، شوشي يبدع في إبعاد الكرة الخطيرة، هجوم سريع الترجي ينوع في الهجمات، كرة كانت باتجاه الدور الأيمن، بن عمر يغير كرة عرضية لكن متابعة من جانب الحارس فوزي الشوشي، يتمكن من إبعاد الكرة لركلة ركنية. الترجي يرغب في هدف ثاني، يسعى الفريق العاصمي لإنهاء الشوط الأول بنتيجة التقدم، لكن يبدو أن الشوط الأول ونتيجته هي نتيجة التعادل الإيجابي، هدف في كل شبكة. خالد لموشية يمر الكرة باتجاه مراد الهوم، كرة تلعب للوراء عند اللاعب فاروق بالقايد، بالقايد أمامية، انطلاقة جزائرية، الحاج عيسى الآن، حاج عيسى في الهجوم، حاج عيسى تحت أنظار بن عمر، يمرر تسديدة قوية، كرة تصطدم بلاعب فريق سطيف، محاولة كانت من جابو، ومع المحاولة الأخيرة لسطيف، سافرت الحكم بادرة، ديكا تعلن عن انتهاء النصف الأول في لقاء الترجي التونسي أمام سطيف الجزائري، النتيجة متعادلة، هدف. إذا شارت انطلاقة الشوط الثاني يعلن عنها حكم اللقاء، الترجي أصبح على اليسار والوفاق على اليمين. مرة أخرى نذكر بتشكيلة الفريقين، وفاق سطيف يلعب بتشكيلة تضم حارس مرمى فوزي الشاوشي، في خط الدفاع العيفاوي بالقايد عبد الرحمن حشوت، وأيضا سليمان راحو، وسط الميدان خالد لموشية، فهم بوعزة، مراد تلهوب، وأيضا الحاج عيسى، وفي الهجوم نجد كل من عبد المؤمن جابو، وأيضا المهاجم الكاميروني فرانسيس المدرب وجاني. فيما الترجي يلعب بتركيبة تضم وسيم نوار حارس مرمى، شمام بن يوسف، وليد الهجري، أيمن بن عمر في الدفاع، تراوي القربي ثنائي ارتكاز، وأمامهم يوسف المساك للدراجي وهاريسون أفول، وفي المقدمة دوما ومايكيل إيرامو. تلعب كرة في الجهة اليسرى باتجاه اللاعب عبد الرحمن حشود، لموشية، حشود يمر الكرة للحاج عيسى، بينية
لكن الكرة أقرب عند حارس المرمى، حارس وسيم نوارة. هذا هو وليد الهشري، يمرر الكرة لأيمن بن عمر. أيمن بن عمر ينقل كرة طويلة، استقبال من جانب بلقايد. عبد الرحمن حشود يمرر الكرة ناحية فرانسيس. فرانسيس ينقل الكرة للوراء في محاولة الانطلاق من جانب الفريق الجزائري. يوسف غزالي في التسلل، هذا هو يوسف غزالي مهاجم فريق وفاق سطيف. وفاق سطيف أول مباراة لهذا الفريق على أرضية ميدان عشب طبيعي هذا الموسم. جميع المباريات اللي خاضها كانت على عشب صناعي، ابتداء من اللقاء الأول أمام ترجي على أرضية ميدانه، وأيضا مرورا بلقاء أمام مازيمبي والديناموس. هجوم وانطلاق لمصلحة فريق الترجي. مايكيل إنرامو، مايكيل إنرامو محاولة المرور، وهناك تدخل وضع خطأ يحتسب لفائدة الترجي. اندفاعات إنرامو لا تقاوم إطلاقا، حكم واثق تماما من قراراته، يحتسب خطأ من مكان خطير ومهم لفريق باب سويقة. أمامنا الإعادة، تدخل كان من فاروق بلقايد. فروسية انتفاعات مايكل إنرامو لا تقاوم إطلاقا، سميه كما شئت، جرافة، دبابة، بلدوزر. يتمتع هذا اللاعب بمزايا جسمانية تمكن دوما من التفوق على المدافعين. أمامنا فارق التكوين البدني واضح وضوح الشمس بين المدافع الجزائري ومايكل إنرامو. تلك هي تكوينة اللاعب الافريقي. وليد الهشري يمتاز بطول القامة، صاحب هدف في شباك مازيمبي، كرة ثابتة من مكان خطير، قد يستغل هذه الكرة. دراج يسدد، الكرة تصدم بالدفاع، تعود بمقصية رائعة من سياف يوسف، والكرة تنتهي لركلة مرمى. الضغط منذ البداية من جانب الترجي، وأول مبادرة تهديدية من جانب الفريق العازم. صاحب الأرض والجمهور هو الترجي. كرة كانت من سيام بن يوسف، مرت لركلة مرمى. هذا المدافع سيام بن يوسف مدافع الفريق التونسي. فوزي الشاوشي ينقل كرة أمامية، عاد عايزة من استقبال فرانسيس. فرانسيس يرتكب خطأ وتدخل، كان اللاعب أريسونا فول. هذا هو اللاعب الغاني. نادي الترجي ورئيسه اتفق مع ممثلي نادي هارتس اف اوك على تغيير شكل الصفقة من امتداد نهائي إلى إعارة لمدة 6 أشهر للاعب أوتو. مواطن اللاعب أريسون أفول، 6 أشهر إعارة بمبلغ 50,000 يورو. وهذا أريسون أفول لاعب فريق الترجي، بطل إفادة الترجي. أكيد في حسابات كبيرة، لكن في حسابات ترجي هو زعامة هذه المجموعة، بينما الفريق الجزائري كما ذكرت وأسلفت لا خيار سوى الفوز، الفوز أو مغادرة السباق. تعادل في هذا اللقاء للسطيف يعني اللقاء القادم سيكون بمثابة تحصيل حاصل، تأدية مهمة لا أكثر ولا أقل. بينما الترجي التعادل يجعل الفريق العاصمي يدخل في حسابات معقدة، قد يتنازل عن صدارة هذه المجموعة، وهذا لا يتمناه ولا يريده أي محب وأي عاشق للترجي. حشود يمرر كرة لموشية، لموشية أمامية، تدخل من الهشري، كرة في وسط الميدان. متابعة كانت من الحاج عيسى، والقرب يكسب خطأ من خلال يعني هذه المجموعة. كنا نتمنى أن يكون التأهل عربي، لكن الأصول لا تسمح بذلك. نتيجة اليوم ستبعد فريق وتبقي على فريق، لكن في حالة وحيدة فوز وفاق سطيف، هذا يعني بأن أوراق هذه المجموعة ستتبعثر. القادر سطيف على ذلك، كل التوفيق للفرق العربية المشاركة في الشامبيونز ليج، ونتمنى أن يكون اللقب عربي. هجوم تونسي، مايكيل إنرامو، كرة تعود من الدفاع الجزائري. هذا انطلاقة من جانب الحاج عيسى، لكن طلت الكرة على الأزهر. أمام الإعادة، الشمام نجح في المرور لكن فقد توازنه.
وكان اقرب للتغطيه المدافع فاروق بلقايد. جانبيه للترجي. هل التعادل الايجابي سيكون هو النتيجه النهائيه لهذا اللقاء مثل ما حدث في الموسم الماضي؟ ترجي يواجه استيف للمره السادسه بين الفريقين في اخر 17 شهر، في ظرف 17 شهر الفريقان التقيا خمس مرات في السابق، مرتين في دوري ابطال العرب واثنين في مسابقه نهائي شمال افريقيا الانديه البطله، ولقاء كلقاء ذهاب في هذه المجموعه. هذا هجوم يقودها الدراجي، كره تبعت تعود من جديد عند اللاعب اريسونا فول. اريسونا فول افول يمر وسط صيحات من جانب جماهير الترجي. مجدي تراوي يكسب جانبيه، واضح تماما فريق الترجي اللي استعاد الثقه. وهدف الدراجي كان مهم جدا لان يلعب الفريق الشوط الثاني بارتياح. تنقل الكره اماميه ناحيه اسامه الدراجي لكن خارج ارضيه الميدان. يتعمد فريق وفاق ستيف ان يلعب بالاسلوب الدفاعي لانه يدرك تماما خطوره الفريق المنافس. الترجي دائما فريق مرعب ورهيب على ارضيه ميدانه. هذه كره اماميه وانطلاقه لكن هناك تسلل. يلعب فريق الترجي اسلوب الضغط العالي، وكذلك فريق الترجي يلعب طريقه الخط الواحد، هي سلاح ذو حدين. صحيح يعني محاولات وفاق سطيف تنتهي دائما باشاره من الحكم المساعد، لكن احيانا اللاعب يتاخر في الخروج بالكره، في الخروج لحظه تطبيق التسلل، وبالتالي الدفاع يصبح في تلك اللحظه في مهاب الريح في موقف صعب. كره طارت على اللاعب خليل شمام اللي يحاول يقوم بدور المساند لكن طالت عليه وتحولت لخارج ارضيه الميدان. ترجي واجه الفرق الجزائريه كما ذكرت في البطولات الافريقيه. اول مواجهه كانت امام نادي شبيبه القبائل، كان يعرف بالتيزوزو سابقا في عام 86. ترجي خسر في التيزوزو 2-1 لكنه فاز في المنسى بهدف مقابل لا شيء في عام 89. اقصد ترجي على يد مرتي طهران بعد ان تبادل الفريقان الفوز. ترجي فاز في تونس 3-2 وخسر في الجزائر بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. وفي عام 94 الترجي تجاوز المولودية، مولودية وهران، بعد تعادل 2-2 في الجزائر وانتصار في تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. في دوري المجموعات دوري رابطة الأبطال واجه الويسما مرتين الترجي، فاز في عام 2003 ذهابا وإيابا 1-0 في الجزائر و 2-0 في تونس، لكن في عام 2004 انتصر 2-1 في تونس لكنه خسر في الجزائر بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وفاق سطيف مرة وحيدة تأهل على حساب الترجي لكن بانسحاب الأخير في مسابقة الوينرز كاب في عام 81، لكن لم يسبق لوفاق سطيف أن حقق الفوز على الترجي، ولم يسبق لوفاق سطيف أن عرف الفوز على حساب نادي تونسي في تونس. واجه في عام 88 النجم الساحلي وكان يشرف على تدريبه فوزي بنزرتي وخسر بسوسه 2-1 لكنه فاز 2-0 في الجزائر. يوسف غزالي ارتباك في الدفاع التونسي وهناك اشاره، واضح ارتباك وقل التركيز ما بين السيام بن يوسف وهو الوليد الهجري. كاد ان يقع في خطا كبير مدافع الترجي من خلال اللقطه الماضيه. هذا هو الوليد الهجري، هيشي صاحب الهدف الثالث في شباك مازيمبي. كرة في وسط الميدان عند فهيم بوعزة، حاج عيسى يمرر، هجوم جزائري الان. جابو يمرر، استقبال من غزالي والحارس نوارة. نوارة يسبق غزالي لكن هناك اشارة وتسلل. دائما يضرب الترجي في العمق الدفاعي، الكرات العميقة تشكل صعوبة كبيرة على الدفاع الفريق التونسي. ركلة حرة غير مباشرة باتجاه مايكيل الرامو وكرة عند حارس المرمى فوزي الشاوشي. الشاوشي قادر على أن ينتزع مكانه الأساسي في المنتخب الجزائري. شاهدنا يوم الأمس ميلاد جديد لحارس عملاق مع فريق الجيسكا، هو العسلة
ولا ننسى ايضا بونحي الحارس الاول للمنتخب الجزائري، لهذا من الصعب تماما ان ياخذ الصيبه الاساسيه فوز الشوشي حارس سابق المنتخب الجزائري، حارس الاساسي السابق للجزائر. بالقايد مر الكره الفرنسيز تعود عند الترجي، هل سيغامر ستيف ويترك المساحات والفراغات للترجي؟ ترجي إيرامو وراء تألق الترجي وانتصاراته، إما إيرامو أو هذا الفنان أسامة الدراجي. كرة تبعت من دفاع ستيف وخارج أرضية ميدان، حاول اللاعب باني فرانسيس اللحاق بالكرة. بن عمر في التنفيذ يمرر ناحية مايكل إيرامو وجانبية. عبد القادر العيفاوي مهمة ليست سهلة، مراقبة إيرامو، شل حركة هذا اللاعب. كرة داخل منطقة الجزاء والدفاع يتدخل. جانبية من جديد لفائدة الترجي. قل المردود والأداء في الشوط الثاني، وفيه تراجع بدني من كلا الجانبين. كرة تلعب داخل منطقة الجزاء والثانية الثانية مجدي تراوي، مجدي تراوي العايد لتشكيلة الترجي، العايدة قوية لمجدي، ومجدي بضربة راسية إغارة دفاع وفاق ستيف. الترجي يتمتع بالخطف على الثاني، هذه المرة من جانب مجدي تراوي. تراوي وقع الهدف الثاني، تراوي يعلن عن تقدم الترجي، الترجي يعلن عن تقدم النتيجة بهدف ثاني وسط بعثة كبيرة في الدفاع الجزائري. راسية تراوي غلط شاوشي، راسية تراوي استقرت داخل الشباك، راسية مجدي أعلنت عن تقدم لأصحاب الدار. الترجي 2 ستيف 1، هدف ثاني بواسطة مجدي تراوي الوافد الجديد للترجي والصفقة الرابعة لفريق بنزويكا. ترجي يتقدم على حساب ستيف 2-1. هذا هو فريق الترجي، هذه فرقة المكشخة مصر على الدوام أمام الفرقة الجزائرية في تونس. ترجي لم يعرف الإخفاق أمام الفرقة الجزائرية على أرضية ميدانه، بينما فريق الوفاق قد تكون يعني مسيرة إخفاق في هذه المسابقة، مسابقة الشامبيونز ليج. 2-1 الترجي يتمكن من أخذ المبادرة في هذا اللقاء. واضح تماما فريق الترجي بخطة ثابتة في هذه المسابقة، فريق الترجي اللي يحاول أن يؤكد بأنه يتبع سياسة الخطوة بخطوة. فريق هدفه هو تحقيق اللقب، لكن في هذه المجموعة الهدف الصدارة. الصدارة هي خطوة، ثم بعد ذلك التفكير في النصف النهائي وفي النهائي. لكل حال تلعب للوراء الآن عند لموشية لحشود. وفاق ستيف في موقف صعب، وفاق ستيف قلنا التعادل، التعادل لا يكفيه. الآن متأخر في النتيجة 2-1 أمام فريق الترجي، أمام هيجان هذا الفريق القادر على العودة. مهمة مبنية وشاقة وصعبة. الترجي متقدم على ارضيه ميدان 2-1. الترجي يسعى لتحقيق الانتصار الثالث له على ارضيه ميدانه والرابع له في المجموعه. من الصعب تماما ان يفرط في هذا التقدم فريق الترجي بعد ان عاد للمباراه. كره تنقل في الجهه اليمنى، عبد الرحمن حشود، بن عمر للهشري، ايمن بن عمر يخطف التمرير، تعود بتمريره من مراد الهوم. قربي يتدخل، خالد القربي يلعب كره الوراء عند سيان بن يوسف. سيان مايكل إيرامو متابعه من عبد القادر العيفاوي، يتدخل ويبعث كره لخارج ارضية
ثانية نجم يتصل على حساب سليم على أرضية الميدان في إياب نصف نهائي دوري أبطال العرب 2-0 ثنائية زلعة بديس ميسي ووجدي المعزي. واليوم يتقدم 2-1 ويبدو أن فريق الترجي مهيأ لتحقيق رابع انتصار له على حساب وفاق سليم. تعود كرة سطيفية من جديد اللاعب فهم بوعزة. جمهور الترجي لن يتوقف عن التشجيع. دخل الشارج أرضية الميدان. هذا هو أليسون أنفور اللاعب الغالي. قوة الترجي كما ذكرت من حيث التنظيم. ديبار تكتيكي بشكل عالي. والترجي اللي لا يفقد شخصيته حتى عندما يكون متاخر في النتيجه، بل بالفعل ازداد فريق الترجي قوه بعد قبوله للهدف. وظل فريق الترجي يناور ويهاجم طوال الشوط الاول حتى تمكن من تحقيق المبتغى واحراز هدف التعديل عن طريق اللاعب الترجي. الشوط الثاني كانت لديه رغبه واضحه في خطة هدف الأسبقية. تسلل مرارا وتكرارا شينا المحور باستمرار. تواجد لاعبي فريق سطيف في التسلل. دراجي يلعب كرة باتجاه فول، لكن الحارس الشاوشي أقرب. شاوشي أمامية، تدخل الغزالي وخطة لوليد الهجري. خطة يحتسب لفائدة الترجي. أجواء كان مثالية كبيرة، جواع احتفالية في ملعب رادس. جمهور الترجي يقدم لوحات رائعة في ملعب رادس. الأعزاز والأفراح مستمرة في هذا الحوار المغاربي. جماهير سطيف كانت تتمنى أن تعود مع فريقها بالانتصار، لكن التفوق للترجي. جماهير سطيف الوفية الحاضرة في ملعب رادس في انتظار ان يعود فريقها للمنافسه في هذه المباراه. كره ترسل ناحيه افول، تدخل من جانب عبد الرحمن عجود وخطه لفائده ومصلحه الترجي. يعلن عنه حكم اللقاء او جانبيه حسب اشاره حكم اللقاء. مجدي تراوي سحب هدف فريق الترجي اللي قال بان فريقه لن يلعب من اجل التعادل، بل سيخوض المباراة وكأن الترجي لم يكمل التعادل. بالفعل اللاعب مجدي تراوي أكد ذلك وأكد بأن فريق الترجي يلعب من أجل النقاط الكاملة. كرة لفائدة الترجي داخل منطقة الجزاء. تعود من جانب فريق سطيف. عاج عيسى مر الكرة لجابو، تدخل وخطا لسطيف. فرانسيس بسرعة لموشية عند يوسف غزالي. سريع غزالي، زياد بن يوسف يتابع. بن يوسف عند ايمن بن عمر. ايمن بن عمر يشوف الكره وسط الميدان، تدخل ناجح وسطيف يستعيد الكره. عاش عيسى مره اخرى الكره تعود تونسيه. اخذ ورد ما بين الفريقين. هذه انطلاقه من سليمان راحو وطالت الكره عليه لتخرج خارج ارضيه الميدان. جانبيه للترجي. معسكر واستعداد من جانب فريق سطيف. والمدرب الايطالي جياني اعرب عن ثقته في قدره عناصر فريقه على رفع التحدي والفوز بهذا اللقاء. صحيح فريق سطيف رفع التحدي وغالت فريق الترجي منذ البدايه، لكنه اصدر باصرار وعزيمه كبيره عند فريق باب سويقه. ساكن يمر لمجدي التراوي. تراوي مجدي يلعب ناحيه اريسون افول. افول لمجدي تراوي. مجدي تراوي عرضيه والدفاع. تدخل من جانب الدفاع. غش بدا يتحرك بشكل ممتاز. مفعول الهدف، هدف له مفعول ساحر، فما بالك هدفين. رجي عدل وتقدم في النتيجه. الرامو يبحث عن بصمه يتركها في هذا اللقاء. هل قادر على مغازله شيبيك الشاوشي؟ حوار مستمر
67 اختلاف مرت من زمن الشوط من زمن المباراة ونتيجة تقدم الترجي. عاش عيسى يغادر أرضية ميدان ودخول اللاعب مصطفى جليل. مصطفى جليط لعب وفاق ستيف جليط كان لاعب سابق واخر مع نادي تلمسة وحاول خطيرة وهناك خطأ تنفذ الكرة بسرعة. مدرب جاني يستغني عن خدمات الحاج عيسى وكان غايب تماما في هذا اللقاء. جابو سدد جابو بعود الكرة من جديد. دونك ناحية يوسف غزالي ومرة أخرى في التسلل يقع في مصيدة التسلل المهاجم يوسف غزالي. سحب هدف فريق سليم الوحيد. فرقة الكحلة والبيضاء تبحث عن فرصة للعودة وللتعديل. سيمنح الكافة في حالة الفوز في هذه المباراة. استعمل فريق ستيف محاولة المرور وهناك خطأ. خطأ للاعب فهيم بوعزة لموشية. لموشية وفرانسيس فراجي ومترف خدعاء لبرنامج تأهيلي خاص. يكون هذا الرباعي جاهز في هذه المباراة من جانب سطيف. وجوه من الترجي وحاول المرور لكن بكل ثبات الكرة تقطع. حاول لعب أسامة الدراجي اختراق الدفاع الجزائري. الكرة عند فهم بوعزة. بوعزة يطلب الكرة باتجاه فرانسيس في الانطلاق وجوه من مستعد سطيف ينجح في المرور الفرنسيسي مرر بانطلاقة سريعة والكرة تضيع من مصطفى جليط. مصطفى جليط يضيع فرصة لفائدة فريق سطيف. مصطفى جليط لاعب السابق للتلمسان الورقة اللي دفع بها المدرب جياني. كانت أمامه فرصة للاستفادة منها والاستغلالها لكن تباطأ ومكن للاعب فريق الترجي من القيام بالتغطية والعودة السريعة. محاولة من جانب فريق سطيف وهناك خطأ لا خيار لفرقة الوفاق سوى الاندفاع للأمام. أعود أو لا أعود؟ هل روح المغامرة موجودة عند الفريق الجزائري؟ ترجي عنده روح الفوز لكن في انتظار روح المغامرة من جانب الفريق الجزائري. كرة داخل منطقة الجزاء. راموشية حوار مع اللاعب مايكل الرامو. الرامو يتفوق دائما في الكرات المشتركة. راموشية يتدخل وهناك خطأ. خطأ يحتسب للسطيف لفرقة أولاد سيد الخير. هكذا يعرف هذا الفريق. وجوه بانطلاقة سريعة فرصة للتعديل. تدخل حكم اللقاء. ماذا يحتسب لمصطفى جليط؟ حكم اللقاء يأمر باستمرار اللعب. فرصة لفريق الوفاق للتعديل. دفاع الترجي في كل مرة عندما يهاجم سطيف يشكل خطورة كبيرة على هذا الدفاع. هناك أكثر من علامة استفهام حول دفاع الفريق التونسي. مصطفى جليط كاد أن يخطف هدف التعديل. كاد أن يعيد فريق سطيف للمباراة لولا تدخل الحارس وسيم نوارة. نقاش من جانب فهم بوعزة أمام الإعادة. مصطفى جليط تدخل الأخير كامل حارس مرمى وسيم نوارة. كانت فيه مطارة من جانب لاعب فريق سطيف. فرانسيس يطارد بخطأ. الحكم ماذا يقول؟ هي ركلة مرمى للترجي. ركلة مرمى لفائدة الفريق العاصمي. بدأنا ندخل الآن في لحظات صعبة. غضب من جانب جماهير وفاق سطيف.
على قرارات الحكم. اللعب في هذه اللحظات متوقف. كل ما نتمناه في هذه المباريات والحوارات المغاربية نقاط الأشقاء أن تنتهي المباراة مثل ما بدأت في كلف الروح الرياضية. مترف مترف يستعد للدخول، والآخر اللي كان يعاني من إصابة. إذن مترف في تشكيلة فريق سطيف. حسين مترف لاعب اللي سجل هدفين، لاعب اللي كان قد تعرض لإصابة وكانت فيه شكوك كبيرة تحوم حول مشاركة هذا اللاعب، لاعب السابق لاتحاد العاصمة. إذن مترف يدخل أرضية الميدان وعودة للمباراة من جديد. ندخل الآن في منطقة في منعطف مهم في هذا اللقاء. سطيف هذا الفريق اللي يسعى للعودة ثم بعد ذلك التفكير في خطف هدف ثالث، بينما الترجي يحاول فريق الترجي أن يبقي المباراة على ما هي عليه. هذه انطلاقة لفائدة مايكل إيرامو، متابعة من بلجيك. مايكل إيرامو قوة هذا اللاعب في الاندفاعات، مهاريا مايكل إيرامو عادي جدا، لكن قوته في الالتحامات والتسديد. هذا هو يوسف المساكني اللي كان وراء التدخل. داير رئيس الترجي خليل شمام في الجانبية، المرة للدراجي شمام بلمسة. استبدال في صفوف الترجي. صابر خليفة إذن صابر خليفة يستعد للدخول. يوسف المساكني يغادر أرضية الميدان. إذن استبدال يجريه المدرب فوز البنزرتي. يوسف المساكني يترك مكانه للاعب صابر خليفة. هذا هو يوسف المساكني لاعب رقم 28. تدخل من مجدي التراوي وهناك خطأ، خطأ اللي فيه أبو عزة. كرة تنقل في الجهة اليسرى، محاولة الانطلاق من حسين مترفة. حسين مترفة جموشية فرنسيس، كرة عند فهم بوعزة. مر لفاروق بلقيد، بلقيد ليوسف غزالي، مصطفى جليت، مر لفرنسيس والكرة تبعد. تعود في انطلاقة سريعة، دراج لمايكل إيرامو، وإيرامو في التسلل. مايكل إيرامو في التسلل، إشارة كانت من جانب الحكم على المساعد الأول. يرفع راية لمايكل إيرامو، تمكن من التسجيل لكن قبل التسجيل كانت فيه إشارة وسافرة، والحكم بدأ ينظر على مايكل إيرامو. مايكل إيرامو أحد أبرز اللاعبين، إيرامو اللي يعرف جيدا الملاعب الجزائرية باعتباره لاعب على سبيل الإعارة مع نادي اتحاد العاصمة، عارة نادي الترجي موسم الكرة 2004-2005، ثم بعد ذلك وعير نادي الشباب السعودي، وبعدها عاد للترجي من جديد. أصر على مغازلة الشباك اللاعب مايكل إيرامو. هجوم لوفاق سطيف، الكرة تعود في ثبات وحسن انتشار من جانب الفريق التونسي، لهذا يعني تصعب المهمة على فريق وفاق سطيف. كلما مر الوقت كلما ازدادت الأمور صعوبة وتعقيد على الوفاق.
شمام يبعد كرة حسين مترف، حسين مترف متابعة من جانب اللاعبين رامو، كرة ترسل أمامية عايمة بن عمر في التغطية، يتبع مبدأ السلامة والإطمئنان من دون أي فلسفة. أيمن بن عمر يبعد كرة لركلة ركنية، ركنية ليوفاق سطيف، فرانسيس في التنفيذ تلعب كرة عالية، الدفاع يتابع، تعود من جديد جزائرية، حسين مترف، حسين يمر، حسين مترف متابعة من الدراجي، عودة بالكامل من جانب لاعبي فريق الدراجي، هم على دراية كاملة بقيمة هذا الفوز، الفوز الذي يبقي الترجي في زعامة هذه المجموعة. جانبية مترف يمر الكرة لفرانسيس، مترف يطالب بلمسة يد لكن السنغالي يقول جانبية، جانبية لمصلحة فريق وفاق سطيف، سطيف يلعب من أجل الهجوم والترجي يسعى للحفاظ على هذا التقدم اللي يبقيه في الطليعة وفي الصدارة. كرة أمامية، تدخل من أين بن عمر اللي قام بالضم، مجد تراوي أمامية بالقايد في التغطية، الكرة تعود سطيفية، كرة لسطيف اللي حشود عند فاهم بوعزة، يخطي فاهم بوعزة، تعود لمصلحة فريق الترجي، دراجي، دراجي لمايكل الرامو، الرامو يمر لخليل شمام، خليل شمام نقل الكرة للوراء، يخطف التمرير المدافع فريق الترجي، لاعب شمام تعود الكرة في انطلاقة سريعة، فرانسيس بن عمر يتدخل، الرامو في الاستقبال، الرامو مر الكرة باتجاه لاعب خالد القربي، خليل شمام للدراجي وجانبية، حاول فريق الترجي يضاع الوقت عن طريق الاستحواذ بالكرة. الترجي لا يرغب في التراجع للوراء للوراء، ويترك الفرصة من جانب الفريق الجزائري لفرض الضغط، اللي يحاول أن يبقي الكرة في منتصف الميدان. مترف، حسين مترف للموشية، لموشية يضطر لإرجاع الكرة للوراء لحارس مرمى، الحارس فوز الشوشي بالقايد فهيم بوعزة، بوعزة جابو عبد المؤمن، وعزة عبد المؤمن جابو، جابو يعيد كرة لفاهم، فاهم وسطيف يفهم جيدا بأن الخسارة تقصيه تماما حسابيا خارج الحسابات فريق وفاق سطيف. أمام خالد القربي قوم بدور المساندة على أكمل وجه، يرامو في الاستقبال في محاولة لبناء هجمة للترجي، يمر الكرة لكن بعيدة، يخرج لخارج أرضية الميدان بعيدة للعب، أيمن بن عمر أكيد في تراجع بدني من كلا الجانبين، خلاف تام على الشوط الأول، شهدنا في إيقاع سريع خاصة من جانب فريق الترجي. عفاوي أمام فرانسيس على أرضية الميدان، فاهم بوعزة، بوعزة الجاب ويضطر لاستلام الكرة في وسط الميدان، بوعزة للسريع غزالي، غزالي يترك الكرة لمترف الآن، حسين مترف، مترف عرضية والكرة تنتهي عند وسيم نوارة، وسيم نوارة يلعب كرة باتجاه أفول، أفول لمايكيل رامو، مايكيل رامو، رامو يلعب كرة للوراء. خبرة كبيرة عند الترجي، الترجي يحسن التعامل مع وضعية المباراة، يحافظ على التقدم، وأيضا فريق الترجي لا يريد أن يندفع للأمام لأنه غير مطالب. في المقابل فريق سطيف، فريق سطيف اللي يسعى للعودة، لكن في الوقت في نفس الوقت سطيف هناك فيه تخوف وحرص من جانب هذا الفريق، مع ان الفريق الجزائري لا شيء يخسره في الدقائق الاخيره، ما يخسر 2-1 او 3-1 يعني توديع السباق، خساره حتى التعادل لا يخدم سطيف.
لكن لم نشاهد محاولات جادة تنظر على أن الفريق الجزائري قادر على العودة. التسديدة من بعيد إرامو في الاستقبال، الكرة ضعيفة من إرامو، سهل عن الحارس الشوشي، يطالب زملاء بالتقدم للأمام. شمام يتدخل وتعود تصل الدراجي، دراجي التدخل في اللحظة الأخيرة. واضح تماما التعب والإرهاق بدأ يظهر على الفريق الجزائري. أمام الكرة كانت في القرب، استقبلها إرامو، حاول تسديد على الطائر ولكن الكرة سهلة. ركلة ركنية للترجي، نلعب في آخر 8 دقائق من الوقت الرسمي. الترجي يتقدم على حساب ستيف بهدفين مقابل هدف واحد، وفي طريقه لتحقيق الانتصار الرابع. مراسم الاحتفال تبدا من الان من جانب جماهير فريق الترجي. وتلعب داخل منطقه الجزاء، شاوشي يسيطر على الكره، شاوشي يلعب كره في تسرع واضح من جانب الحارس فوزي الشاوشي. امام الاعاده داخل منطقه الجزاء، يسيطر على الجابولاني حارس فوزي الشاوشي. كره الجابولاني اللي خادعت هذا الحارس في لقاء الجزائر سلوفينيا، سجل في مرمى هدف لا يسجل، هدف اسفر عن خساره الجزائر بهدف مقابل لا شيء. لكن كان اللقاء الاخير له مع الجزائر بعد الحارس الاساسي كان في مباراه انجلترا، وايضا مباراه امريكا كان الحارس البوحي حارس مرمى المنتخب الخضر. جانبيه للجزائر في اللحظات الاخيره، مستوى المباراه المستوى الفني لم يرتقي للمستوى المطلوب، وفي الشوط الثاني شاهدنا تراجع بدني. هذا هو مجدي تراوي، ترجي يلعب من اجل الفوز وتراوي هو من صنع الفوز بالهدف الثاني. فرانسيس ستيف في حيره كبيره من امره، يجد صعوبه في الخروج من الخطه، يضطر للعب الكرات الطويله. الكرات الطويله بالمناسبه تشكل صعوبه كبيره على دفاع الترجي. ترجي في الهجوم، ترجي في الانطلاق، انطلاقه سريعه الان. مايكل إرامو كرة عرضية لا وجود للمتابعة، جابو يعود للوراء، كرة تصل عند حمد عاشوت، غاموشية عاشوت، وكرة خارج أرضية الميدان. أجواء احتفالية كبيرة، ألعاب نارية في مدرجات ملعب رادس، احتفالات واجواء كرنفاليه كما ذكرت. جماهير الترجي ستحتفل بانتصار جديد لفريقها في دوري المجموعات. الى حد الان الترجي متقدم، لا نريد ان نسبق الاحداث، لكن من خلال مجريات اللعب فريق السطيف يحاول التعديل، يعدي السطيف، يوصف غسامي، غسامي يتمكن من خطف هدف التعديل. يوسف غسالي يعدل في توقيت مهم، وفريق ستيف الان في اللحظات الاخيره يلعب من اجل هدف. ستيف يلعب من اجل هدف، ستيف يتمكن من خطف هدف التعديل. قلت واشرت دفاع الترجي هناك اكثر من علامه استفهام. يوسف غسالي بفضل سرعته ينطلق، يفلت من الرقابه، يستقبل ويسدد، وكرته بكل ترحاب تستقر داخل الشباك التونسيه. هدفان لهدفين في مباراه توقعنا واعتقدنا بانها في طريقها لتنتهي للترجي، لكن يوسف غزالي يقول لي لا، ستيف يعود للمباراه، ويوسف غزالي مره اخرى بالتخصص يسجل هدف ثاني في شباك الفريق التونسي. 2-2 فريق وفاق ستيف، صحيح يلعب هذا اللقاء وهو يرتدي الزي الابيض، لكن الفريق الجزائري لا يرمي المنديل، لا يرفع الرايه البيضاء في هذه المباراه.
بالهدف الثاني من جانب اللعب. يوسف الغزالي يعيد الامال، يعيد الروح. سطيف بحاجه لهدف الدقائق الاخيره، ستكون حاميه وساخنه، وكره عرضيه كانت ان تغالط الحارس دوارة. جابوا الان، هيا جابوا سطيف الوفاق، هل بامكانه ان ينتزع هدف ثالث؟ دقائق ساخنه، دقائق ملتهبه في هذا اللقاء بين غايتين، غايه سطيف هدف ثالث، والترجي فرض عليه التعادل. كرة خارج عرضية الميدان. هذه أجواء ديربي، من الصعب التكهن بالفريق الفائز. مباريات الديربي لا تنتهي. صحيح ما شاهدنا فتور في الدقائق الماضية وشاهدنا هدوء، لكن هو الهدوء الذي سبق العاصفة. وفاق سطيف يسجل هدف في توقيت مهم ودقائق أخيرة صعبة على الفريقين. خطأ لفائدة الترجي، هدفان لهدفين. الترجي هل سيخفق هذه المرة في تحقيق الانتصار على أرضية ميدانه؟ كرة في وسط الميدان، استبدال في صفوف الترجي. كرة باتجاه مايكل رامو. خالد العياري يستعد للدخول. عايب بن عمر، الكرة خارج عرضية الميدان جانبية لفائدة فريق وفاق سطيف. يستعين بخالد العياري. فوز البنزرتي، البنزرتي اللي اعتقد بأن المباراة انتهت، المباراة حسمها فريقه حتى من خلال استبدال لإجراء خروج اللاعب يوسف المساكني ودخول صابر خليفة. هذا هو صابر خليفة، حاول انطلاق لكن لم يتمكن من ذلك، وأمام الإعادة كان فيه تدخل. التكتيك البدني والتدخلات شيء شاهدناه باستمرار في هذا اللقاء. وجوه انطلاقة لفائدة الترجي عند الدراجة، انطلاقة سريعة وتسديدة قوية، والحارس إبراهيم الشاشي، شاشي في اللحظة الأخيرة يتصدى ويوقع الكرة خطيرة. مجدي التلاوري كاد أن يسجل ثنائية شخصية وثلاثية للترجي. شاشي في التبادل مرة أخرى، هذه المرة يقف أمام كرة اللاعب صابر خليفة. مباراة في لحظاتها الأخيرة تصل لأعلى درجة من الإثارة. هجمة هنا وأخرى هناك، الترجي كاد أن يخطف هدف ثالث، لكن الشاوشي رد فعل ممتاز، يقظة وانتباه، متابعة وأبعاد، والشاوشي يرفض أن تهتز شباكة بهدف ثالث. بن عمر يغادر الميدان، الوقت الرسمي اكتمل، واستبدال ثاني في الترجي. خالد العياري، فوز بنزرتي، يقحم مهاجم ويخرج لاعب مدافع. روجيه تواندوما، روجيه لاعب الكاميروني، لاعب السابق لاهلي طرابلس الليبي، يدخل في هذه اللحظات بديلا لمجدي التراوي. كره المستعد فريق الترجي في اللحظات الاخيره، كم سيقدم بدرا كوقت بدل ضايع. وشوف انطلاقه دراجي في المحاوله، والشاوشي ينقطع الكره قبل وصول روجي. شاوشي يمر الكره الطويله، وليد اللي يجري متابع الكره من جديد. المستفيد الاكبر من هذا التعادل ليس سطيف ولا الترجي، بل مازامبي الكونغولي. مازامبي بهذا التعادل يقصي سطيف، وهذا التعادل يجعل من فريق مازامبي يطلق العنان من اجل انتزاع صداره هذه المجموعه. مازامبي يوم الغد سيواجه فريق الديناموس. خطا لفائده فريق سطيف، كوره لسطيف. سطيف هل سيسجل في اللحظات الاخيره؟ هل سيغتال الترجي بهدف ثالث؟ هل سيواجه كابو؟ هل سيعيد اماله؟ هل سيجدد الاحلام؟ اللحظات الاخيره صعبه، نلعب في الدقيقه الاولى وفوز متخوف. كره تلعب مقاوسه سهله على الدوارة، تنتهي عند حارس الترجي. نلعب في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع. التعادل يكفي للترجي من اجل ضمان التاهل
لكن لا يضمن للترجي صدارة المجموعة. 3 دقائق وقت بدل ضايع أمام كرة الدراجي. نحاول المرور، متابعة كانت من جانب القايد. هذه محاولة من العياري، دراجي لهاريسون أفول، أفول والحارس الشوشي بقبض اليدين، والكرة تعود للترجي. الدراجي يحاول أن يبقي الكرة في مناطق سطيف. سطيف الفريق اللي أكد بأنه يمتلك روح كبيرة. سطيف البداية المتعثرة هي وراء ربما أقصى هذا الفريق. خسارة الأولى بالذات أمام الترجي في ملعب النار. سطيف اللي فرض التعادل 2-2 على مازيمبي، والآن يفرض التعادل بنفس النتيجة على الترجي. كان هذا الفريق يستحق أن ينافس، لكن هذه كرة القدم. أخطاء البداية يدفع ثمنها فريق سطيف، والدراجي يكسب خطأ في توقيت مهم في الثواني الأخيرة. قد تكون هذه الكرة الأخيرة في هذا اللقاء أمامنا. الشوشي، الشوشي اللي تألق في الشوط الثاني. صحيح بأن كرة الهدف الأول والثاني بإمكان الشوشي أن يتصدى لهما، لكن الشوشي أبعد كرة كانت صعبة تماما. كرة كانت هدف، كرة هدف أبعدها الحارس الشوشي. الشوشي الكرات الصعبة موجود، والكرات السهلة شباكة تستقبل أي كرة. غريب جدا الحارس. خليل شمال في تنفيذ الخطأ. هذه الكرة قد تكون الأخيرة في هذا اللقاء. خليل شمال يأخذ التنفيذ. خليل كرة مقوسة ومحاولة تضيع. سياب بن يوسف أضاع فرصة الفوز. لا وجود للتسلل. تفاجأ سيام لأنه مدافع. كرة سيام ضاعت، وبالتالي ضاعت فرصة الفوز على الترجي. الصورة النهائية في الديربي المغاربي بين الترجي التونسي ووفاق سطيف. التعادل الإيجابي، هدفان.